انا سيدي مصطفى الحراني كنسكن في دوار ولاد حجاج اقليم جديده ولاد فرج. سيدي عندي واحد المشكل ديال واحد الدريري صغير ديتو عند واحد المعلم ختنته صداق داري خطا في الدريري باش نوطرو بالضبط. دابا الدريري ولا كيقول لي من تحت مابقاش كيقولها لي تكرفص ليا الدريري تكرفص ليا الدريري بزاف. وانا كنطلب من الناس المحسنين يعاونوني. انا سيدي خدام كورتي في الكار مره نخدم مره ما نخدمش. المشكل اخويا عندي هو الدريري الدريري هذا ديتو عند واحد الحجام خسرو ليا في ولاد فرج اقليم جديد حد ولاد فرج. انا دابا كنسكن في دوار ولاد حجاج مني خسر لي الطهاره نتا سيدي واحد جاري هنا حدايا مشيت عندو قلت له ودي الدريري راه ما مختنش عادي. قلت له الدريري راه ما مختنش عادي. جا عندي جاري قال لي والله تمشي نقلب. مني جا عندي جاري جا عندي مع المغرب داز الوقت باش غنمشي للطبيب نهودو الدريري للطبيب قلبو جاري قال لي ودي الدريري ما غنعرفوش لي حنا راه ما غنعرفوش لي حنا حتى الغدا ان شاء الله مع الصباح فيق بكري ان شاء الله فيق بكري وغنديو للطبيب هو اللي غيعرف. هودناه من الفيلاج هاد واحد الطبيب من ديناه هادو قال لنا ودي الدري راه خسر لي الحجام خيتانه خاصو يمشي على الطبيب دار لي عمليه جراحيه. قال لنا خاصو دار لي عمليه جراحيه. هزينا حنا مشينا عند رئيس الديره عطانا واحد الوريقه باش نتوجهو حيت كانت كورونا باش نتوجهو للسبيطار ديال جديده. تمي جينا وجاري هنا طالع للدار طالع للدار هنا غيجي الحجام غيتبعنا غادي يعطيني 12000 ريال. قلت لي انا راه ما باغيش 12000 ريال راني باغي ولدي وولدي راني ما خاسرش ليا 12000 ريال. راني ضارب لي الهداب وغير كنطلب عليه وكنمشي لكورتي ديال الكيران. انا اش غندير بالفلوس؟ انا باغي ولدي ولا باغي الفلوس؟ انا راه باغي ولدي. ناضو دازت واحد 20 يوم مني طهرت وليدي دازت واحد 20 يوم مني ختنو ما عرفتش الوالي مني ختنو ما عرفتش الوالي لا حجيرو. بعدا اول مره ما عرفتش الوالي لا حجيرو. الوالي لا حجيرو باش انا ما نشوفش الجلده مضروبه هنا على الفت ومضروب هنايا مطقوب. ما عرفت هذيك شحمه ما عرفت ميكا ما عرفت كولا ما عرفتش شنو هي الوالي لا حجيرو. الوالي لا حجيرو سأل الدين على الطبيب الهين عند بازير قال لنا شنو هادشي من ولد الدريري لحجيرو هذا راه ولا عندو ميكروب هنا. مني حيد لي هاديك الجليل مني حيد لي هذاك الشركة لا ولي لحجيرو جينا هنا درنا لي العملية خيطو. مني وصلنا عادو تم ربي قال لنا غدير لي العملية ب 18000 ريال مولا بيلانس لي دير مولا بيلانس لي داني. انا صحابي ما نعرفش نحسب الفلوس هاز ما واحد شي فيسات في ميكا هما اللي عندي صحابي هما اللي نترزا هما اللي رزا هما اللي عندي ديتهم هذوك فليسات خسرتهم على ولدي. صرخوا صاي دابا مني بغي خاتنو جبد لي ديك الجلده بزاف. اذا مني جبد لي الجلده بزاف جبدت معاها جبد معاها التيو ديال البول وكل شيء. ساعه اللي جبد معاها التيو ديال البول حيت انا راني ما حاضرش هادشي كتقول لي فيه المرأة جبت لي الجلده ديال البول مزيان وقطع وقطع بالماكينه. ورغم ذلك هذاك السيد اللي معايا هذاك السيد اللي مشى معايا قال لي ودي ولدك راه خطنو السيد خطنو خطنو بالماكينه والمياه سيدي صرخوا بحال قنينه. كتخيل دابا الدري صرخوا بحال قنينه الجلده من راس راس حيدها ما خلاهاش ولا الدري كيقول من تحت. تخيل ديري ولا كيبول من تحت ولا كيبول من تحت ولا تعدو مستعدين. انا سميتي حسنه كنسكن في دوار ولاد حجاج. كنطلب من المسؤولين على ولدي اللي تكرفص لي عليه الحجام. كنطلب منهم يعاونوني. ولدي ما قطع لي حاجه حجرو من الجلده صاينه ما بقاتش عدو ما بقاش راجل. انا حياه ولدي ضاعت. دابا الله يرحم الوالدين كنطلب من المحسنين يعاونوني الله يعطيهم صحيحتهم. كنطلب من المحسنين يعاونوني على ولدي الله يرحمني مع الوالدين. ما دار معنا حتى حاجه طب ضيعونا في الشواهد ديالنا. ولدي كيعاني من المشكل ديال حجيرو خسر ليه الختانه خسر ليه الختانه وبقى
معوق كيبول من تحت. الله يرحم لكم الوالدين، عاونوني الله يعطيكم الصحيح.